فحنشوف احنا في الايام الجايه وحنشوف ايش اللي حيصير. لو هي باضت حاليا وحنشوفها كم بيضه باضت. صراحه فتحت البوك هذا او الصندوق او العشية او ايا كان وجيت طلعت هيك. خلنا افرجيكم الرغاوي اللي في البطن او منطقة اللي هو. طبعا هذا انثى يا اخوان، طلعت انثى. شايفين البطن صاير ازرق. هاي الرغاوي هاد تبعت الذكر اللي دخلها فيها. نيجي عند منطقة المخرج حنلاقي اللي هو الرغاوي اللي تو شفناه في بطن ال، هذه هي اللي انا بقصد لكم عنها. ثواني، هذه هي، هذا هو السعي المنوي يا اخوان تبع الطائر السمان. طبعا يا اخوان لبست لكم الكوفية الفلسطينية وزي ما تعودنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا اخوان ان شاء الله اليوم حنشوف المفاجأة اللي عملت لنا اياها انثى البهجي. طبعا لقينا وضع بيض من انثى البهجي الصغيرة، مش عارف تقريبا عمرها 3 شهور او 3 شهور ونصف، مش عارف مش متذكر. المهم زوجناها لابوها وهذه كانت النتيجة، انه صار في وضع بيض. فايش الحكم او ايش الشروط او هل يعني حيصير في جنين ويكبر، او زي ما قلتوا لي انه حيصير في اضرار والجنين مش حيكون بخير او حيكون هالك. فخلنا نروح على السريع نشوف ايش القصه وايش حكم انه انت تزوج ذكر كبير لانثى صغيره، وهل حيصير وضع بيض ولا لا. كله قدامكم، وبديش اطول عليكم زي ما تعودنا. اربط حزمة الامان وانزل تحت وشك في القناة وفعل تنبيه جرس الفائقة وحزين لصير كل جديد. وخلنا نروح وليتس جو. طيب ذاكرين يا اخوان ذكر الباج اللي تجوز بنته؟ موضوع حلقتنا اليوم عنه، ولكن هذا انا مش راضي يجيبها البر. هذا مش راضي يجيبها البر. كش تهدى؟ كش تهدى؟ مالك مين؟ متحسوك اليوم كتير. طب انزل 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 عن ننزل، مش عارف اشتغل منك يا زلمة. اطلع فوق. طيب الفاضي، تمام. خلنا نشوف ايش صار عند اللي هو هذا الزوج. الزوج هذا يا اخوان كان الذكر مع انثى. ولك والله انزل 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 يلا انزل. كان الذكر هذا يا اخوان متزوج انثى وخلف منها بطن اول. البطن الاول خلف منها ذكر وانثى، تمام. والبطن الثاني خلف منها 4. الاربعة انا يعني تمت فيهم لانه الانثى تبعته طارت. وايش اللي صار بعد هيك؟ انه يا اخوان حطت له الانثى اللي انجبها اول بطن معاه وتزوجها. طيب ايش صار؟ باضت. طيب كيف؟ انا هقول لكم هالقد، تمام. انا قلت لكم قبل هيك انه اي 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 طير يكون طلاقي، يعني يكون شبابي وانتو بدكم اياه يعني ينتج، بالنسبة لا الذكر لازم يكون اكبر من الانثى، اكبر منها في السن مش في الحجم، يعني اكبر منها في السن، يعني يكون يعني اكبر منها. مثلا هي عمرها 3 شهور هو يكون عمره 6 او اكثر من هيك، 6 او 7 او 8 شهور. فالمهم اتزوج هذه الانثى اللي انتم شايفينها، هذه بنته. طبعا في بعض منكم من التعليقات قاعد يقول لي مش حيجوز ومش حينفع وحيطلعوا عقم وحيطلعوا، فاحنا حنشوف، خليها كتجربه ونشوف هل بطلعوا يعني خلفه او بطلع عقم او اي نظر. فحنشوف احنا في الايام الجاية وحنشوف ايش اللي حيصير. لو هي باضت حاليا وحنشوفها كم بيضة باضت. صراحة انا امس افتقدتها، قعدت ادور ما لقيتها، رحت سويت فتحت البوك هذا او الصندوق او العشية او ايا كان وجيت طلعت هيك وجدت بيض. يعني
يعني انا وجدت بيض زي ما شايفين، انا اعتقد بيضتين في العشية. فاتفاجأت. ليش اتفاجأت؟ لانه يعني بنته لسه صغيرة، يعني لسه ما طبقت الثلاث شهور، لسه ما طبقت الثلاث شهور. فاتفاجأت انه يعني بايضة معها. تمام، هذول اخوتهم، وهذا هو اخوها، هذا الازرق الذكر، هذا هو اخوها من البطن نفسه. فاللي حيصير حاليا حاخدهم زي ما شايفين. الذكر حامي يا اخوان، مش راضيلها ولا مديها فرصة، يعني 24 ساعة زي ما شايفين قبلات. مش سايبها في حالها زي ما شايفين، وبطرها لوضع البيض. طيب فهمنا، هل لقيت انه يا اخوان طائر اللي هو الباجي لازم يكون الذكر اكبر من الانثى، على اساس انه الانثى تكون لسه صغيرة، فلو تزوجت ذكر صغير مش حيبيضها. هذا ذو خبرة او يكون عنده خبرة فبيضها. تمام، حاليا ايش حنسوي؟ حنحط اللي هو طائر الباجي، هدول الفروخ والذكر هذا، حنحطهم هان، لانه يا اخوان هذه باضت ولسه بطنها منتفخة وبدها تبيض، وحيوصل عدد البيض لأربعة زي ما سوت امها. ان شاء الله خير. طبعا احنا طارت امها منا واحنا بنشوف الكتاكيت، فان شاء الله يعني ما تتكرر الغلطة هذه. حاليا حاخد اللي هو هدول الفروخ، فبديش يتشكل خطر انه يدخلوا يكسروا البيض او يخربوا اللي هو العش. زي ما شايفين بتروح على العش، وفي لها توسيع، ان شاء الله تكمل وضع بيض على خير. وللعلم هي بترقد، يعني هي بترقد حاليا، هي راقدة، يعني بتبيض اول بيضة تاني بيضة بتضلها راقدة. زي ما شايفين اول ما اجى عنده هذا الذكر طرده، فاذا بتلاحظوا بتطمن عليها، شوف هل رقدت هل، وبرجع بطرد هذا. فهذا بيكون يعني منافس لإله، بما انه هذا ابوه وهذا اخذ بنته اللي هي اخت هذا اللي المفروض انه احنا نجوزها لهذا. فالقصة محيرة. تمام، خلنا ننقل هذه الليلة كلها ونحطها هنا، فخلكم معنا يا اخوان شو ايش نسوي. الأمر صعب جدا، مش صعب كتير، المهم في بعض التوتر انه خاف الواحد يأذيهم لأنه طير يعني حساس. طبعا معنا هنا زوج زي ما شايفين الذكر، على ما اعتقد هذا ذكر، والثاني على ما اعتقد ذكر، ذكرين مش واضح عنكم. خلنا نحطهم في البيت اللي بدنا ننقلهم فيه. تمام، هذا قبل هيك يا اخوان طار منا، يعني هذا الذكر طار وراح لبلاد بعيدة، يعني قاعد يطير ورجع نفس مطار، رجع وصادوا ابني ورجعناه في البيت.
وهذا على ما يبدو أنثى. زين شايفين على ما يبدو أنثى، فلونها حلو، فيها بعض اللطشات ولسه حيتغير اللون، مش حيثبت على اللون هذا، حيطلع ألوان ثانية، هان أزرق أو حيمحي الأزرق، الله العليم. خلنا نحطها، صراحة منظرها كثير كيوت وحلو، وحجمها أكبر من أخوها تبع توي البطن اللي هو الأول، سبحان الله. منظرها كيوت برغم اللي هو اللي بتسويه فيا وتعورني، بس منظرها كيوت. تمام يا اخوان، نقلنا اللي هو الزوج، وتم هان اللي هو الزوج المنجب او المفرخ. وزي ما قلت لكم بالنسبه للاخوه اللي قاعد يقولوا لي انه مش حينفع او مش حيطلع اللي هو في جنين، او الجنين هيكون في عقم او تشوهات، فخليها تجربه يا اخوان، نجرب نشوف هل حينجح انه تزاوج الاب من الابن او البنت او لا. فالحمد لله صار اللي هو وضع بيض من اول جديد، وحيصير اللي هو في انتاج من اللي هو البادجي. فالحمد لله، الحمد لله يا اخوان. تمام، في وضع بيض من الانثى اليمام، وهان كمان في وضع من الأنثى اليمام الثانية. هذه هي ما شاء الله مع الذكر هذا. وبالنسبة للسمان، أنا زي ما قلت لكم بسمع صوته بعشق أو بأذن، وفي تخصيب بين الأنثى والذكر، وحتى اللي هو الذكر صار في مادة التخصيب أو الرغاوي اللي فيه أو السائل المنوي بدأ يطلع. ثواني، تعال شوف، تعال يا حج، ما شاء الله مليان يا إخوان. اسمع الصوت، سبحان الله، سبحانك يا رب، تفاصيل كثير رائعة. خلنا نفرجيكم الرغاوي اللي في البطن او منطقة اللي هو، طبعا هذا انثى يا اخوان، طلعت انثى، شايفين البطن صاير ازرق، هاي الرغاوي هاد تبعت الذكر اللي دخلها فيها. بسم الله ما شاء الله، سمينة يا اخوان، بط 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 بط، ما شاء الله. نجيب الذكر، تعال. طبعا برضو الذكر فيه تفاصيل كثير حلوة، سبحانك يا رب. وبرضو هيك مبطبط، اهدى يا حج. نيجي عند منطقة المخرج، حنلاقي اللي هو الرغاوي اللي تو شفناه ببطن ال، هذه هي اللي أنا بقصد لكم عنها. ثواني، هذه هي، هذا هو السائل المنوي يا إخوان تبع الطائر السمان. إهدى، هذه هي، هذا هو السائل المنوي تبع الطائر هذا. سبحان الله يا اخوان، بدا انه هو حيتكاثر ان شاء الله ويصير وضع بيض والى ذلك. خلنا نرجعه، وبرضه تحت هان نفس الكلام عند الطيور.
السمان الأبيض. خلينا نشوف إيش صار هان. بعد ما حطناهم هل في تضارب أو عراك ما بين طائر؟ الحب وطائر باجي. طبعا هذا متعود عليهم، ولكن هدولك خايفين عشان اول مرة ينزلوا من قفصهم، فلسه مش عارفين ايش بده يصير. سبحان الله يا اخوان، وهذا مش مبطل غنى ما شاء الله. هسه بتكلم وبتغني، بيحكي قصة حياته. يا الله ما أحلى الصوت. طبعا انت تخيل انت قاعد هان ليل نهار وضو الضو وليل مع نهار تسمع الصوت هذا. صوت الصوت كثير حلو، وأحيانا بيكون مزعج. أحيانا بدك تيجي تنام. ما بتقدر تنام من الصوت هذا المزعج. وصح لقيت حتقول لي صوت عصافير وصوت غنى وصوت هذا، بس لما أنا يا إخوان لما تيجي تنام مش هتعرف تركز في النوم من الأصوات هذه. فلهذا السبب أنا بأطفي الضوء في الليل، ولما بتلاقيني بقعد في الليل بتلاقيني بضوي بقعد يسوسولي ويغنيلي بالأسلوب اللي أنتوا سامعينه هذا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني زي ما شايفين نجي نقرب عليه. هذا الصوت كثير حلو. تمام يا اخوان، اتمنى اكون وصلت لكم هيك معلومة هيك استفدتوا منها في حاجة هيك. وبس استنوا منا ان شاء الله المزيد، وتنسوناش في الاشتراك ودعم كل القناة بلايك. حبايب المشاركة اليوم من غير تسامع أكثر. الصلاة نبي أذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا إخوان. هو هذا اللي أنا كنت أقول لكم عنه، الصوت هذا بالضبط.